السعد جيان، وكان معنا ايضا مستشار الرئيس الفلسطيني السيد محمود هكاش. ونشكر ايضا الاستاذ ابي الفضل بهبول على مختلف هذه المعلومات. اذا متواصلون دائما في هذه التغطيه الخاصه للاذاعه الجزائريه غزه الصمود، الاذاعه الجزائريه معكم، الجزائر مع فلسطين مع غزه العزه، الاستشهاد او الانتصار. شكرا جزيلا لكم. هذه هي سيد الحمادي، قدمت لكم هذا الفضاء الخاص لصلاح الدين اثريا وعبر تقنيه أكتوبر 2023. صباح ها سيبوهم انا سهلة سهلة ربي سهل نروحوا جون الله والله جا مسكينة تنطرت من قدامه قال لي وي مروح جيت من كندا درك ما شفته مسكين قال لي درك ما شفته لا قلت له نستنى في تاكسي من البلاد جا من كندا اه من كندا بدا يتوحش من البلاد اه مسكين والله يحشم الفراغ شنو ندير مو داك صدق ما يزك طاح البالون البالون اه ما نفهمش حابين البالون اه خاطر اه اون بليس ميم مشو جينيراسيون تاعك اه غير فينيتس فينيتس اه فينيتس هذا قبله فها قبله بشويه تاع قالما بوليس فينيتس تاع قالما اه في البوليس بكري خلاص نروحوا للسطاد نغنيو فنيت الشبكه تهز اليوم احنا ما نعرفوا حتى وش بعد فنيت فنيت الحق على عاليه مش كروا فيها بعد غاسي بوعصيده اه بوعصيده مراسلات يلعبوا كانوا يلعبوا في شو اسمه في العقيد لا فنيت الهي فنيت الهي في الزناب فنيتس اه 19 جا في عليه تفرجت له ماتش في العقيد لا لا كاكا برك الوقت فنيتس 19 مي زعما كنغنيو عليه وما كانش ولا واش قادر هاد كوال نورمال سبورتر تاع بكري مابل طلع توصل يبرد زي اخر اه كي ولد مسرح اه يبرد يا خويا فواياج برك خويا كرزو كرزو مش فعلا خويا صغير يا رو تاكسي يا رو تاع في عمر اه كنت عنده اتوس شو لك الماتيزر تاعها عندك ما فيش واحد ما فيش فلتر اه يبعد الهواء ديريكت يعدي الشهد ديريكت حتى شي ما يعطل شنو الشبكه تاعو تخرج ساعات تخرج بالسيف وما كاينش لازم
ضربها بالريح. نعرفوا اللي ما دارولهاش فلتر، غير هي اللي ما دارولهاش فلتر. كيدتها مازالت لها مش راح تتباع. شويه ظهرت تباعت اكثر من الموبيلات كل. مشات. مشات صح سبتو في عنب. مشات. عنب بزايد. عنب وتشوف شويه. عنب بزايد. عنب اكثر منهم كل. اللي معروفه يعني بكري كيخرجوا كيخرجوا اكثر منهم بس حضرك وتشوف داهم تقوم يلاويو يلاويو السخانه هي والاخرى لاكسونسي في واتساب اليوم داي كل يلاوي السخانه وشبيه استيع وبين بوليس قبل ما يتبنى هادي ما تبنى كان شنانات الشنانات تاع يغرسوا فيها الكرم البطاطا شوف الخضره تاع كامله مش حنقول الخضره كامله مندارينا شينا يصلح كلش يعني بيبان هنا خضره على عام هنا كاين الماء مهم بالك من الشعب تاعنا برك ما يحبوش يفهم مشكل تاع ما كون داروا كل باطيمة حفروا بير بحداهم ولا ثلاثه باطيمات يحفروا بير ولا كارطي امبوسيبل برك هنا هنا امبوسيبل ولا ما بده يطلع انت ها يجيك بالزيغو برك هذه البلاصه يجيك بالزيغو درك دخلت مع المال الخامس هي خمسه اخرى بغيت مكسره سكريما كاملة هو التراب نقول لك زعما فلتريه فلتري تراب عادي فلتري تراب يعدي يمشي يعدي بس مع الوقت يبدا ينظف روحه بروحه يبقى يحكم 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 يحكم, يحكم. حتى نكبر لاكوش هذيك من بعد صاي فضت الحكاية يديوه يعيروه يطفى صندرك احنا الماء تاعنا مش لاقي نديروا به فيه حتى نشربوا فيه وانا قاعد نغسلوا به برك فرادة مش لاقي نديروا به حتى هذه مشافة في الزهر. يمكن يكون صغير شو الصغر زينا. شيء هي. نعم. هي شوية. نصتي من قرن قرن. دوروا منه. هذا كيما في كيلو هذه ولا هذه كيما تحب. سمعت هذه. صطية. كمش من هنا من الطريق. كيما نقولوا احنا ما كنتش بعيدة كيما كما احنا. كنت شوية. صغير كان. نصتي من الطرف اللي هي نعدي نعدي الماء. كان صغير أنا. صغير شوية هاي قلت لك نصتي من طرف لطرف كيما هنا كرطية هذاك وبير هنا هاو كان هنا بير قلت لك هيك هذه البلاصة هذه وين الواحد هذه وين الجو هذا هذه هنا كان دار جدي هذه هنا أرضية كان هنا ما كاين والو هو اللي يسكن هنا عنده البقر خل بابه
خوال بابا يسكنوا هنا ثلاثة كاملين. كل خلاص. ما السنك يمري كاتر يمري والأخر لهنا. والأرض كانت تحم ولا كانت زكين بركة. بكري كيما هكا بكري كانت. تسكن بركة بني وسكن. لا من بكري قبل الثورة. من بعد كلش تبدل وفهم والو مسكين تاع بكري تعرف. جينا انا نجم انا بك بحير انا وشي البقر وشي الكراره الساديه ونعرفش انا نحكيك في السبعين نوضها سي انا خربتها انا خربتها انا وخويا نجيو نحيروا ونسكنوا في لاكوره شو قاري منا برك ولا مشتي في تي تما انت من لاكولون جيتي من المدينه لا ما كان نحيروا ونفرحوا كي يجونا هنا شو بيك انت بيك تفرح خلاص حوايج ما كانش في البلاد تجي لهنا هذه قر وهذه وهذه شان وهذا حشيش ودنيا ومن بعد راحت ليا ما توجد ليا ما جد هو عزوز جابتنا هنا عجل مولاه عجل مولي بابا وكل شيء ثم كلهم هنا وهذا واحد في سان كامري الدار تاعو يبان من سان كامري والاخر في القطر يمري هو بعقل خويا العزيز سامحني انت صرفاتك تشوف زي ما تهز منها اخر قبيله راه خلصوا نوك كليت قال لي لا اعطيني صرفوا عندك عاود نشوف واش عامل قلت نحشم والله نحشم سي بون سي بون ربي يعيشك اش خويا يرحم ولدك ربي يعينك يرحم ولدك سلام نخدم يا اختي حي الورود وين قاسي سلام
قضية القلب وقضية الفؤاد وقضية الشعب وقضية الدين وهي أم القضايا في الجزائر. نعم. الإنسانية القضية الإسلامية بالنسبة لنا كجزائر الدين هي قضية نشترك فيها الجميع باسم الدين باسم العروبة باسم الإنسانية. الجميع عنده القضية الفلسطينية مقدسة. أكيد لا تعني فقط حيث انتهت كل تعني إنسانية. اليوم وأنا كصحفي في رقينا كثير من الأحداث المهمة ربما في المجال، لكن ربما تجربتي البسيطة في مجال الصحافة، لكن اليوم نسيت أني صحفي. غطيت هذه المسيرة بكل إنسانية، حاولت أن أكون صوت كل الجزائري خلال مداخلتنا المباشرة منذ الساعة السابعة إلى غاية انتهاء المسيرة. الناس ربما نقلنا صوت الجزائر التي يدافع عن قضيتها ثم نصرة الشعب الفلسطيني. مليونية اليوم ناصر بعثت بعدة رسائل، رسائل إلى الشعب الفلسطيني في الأراضي المحررة أن الشعب الجزائري ودولة وشعبا لا زال ولا يزال ثابت في مواقفه نصرة لهذه القضية. مسيرة اليوم أيضا بعثت برسائل إلى الدول العربية والإسلامية وخاصة الدول الغربية أن الجزائر واقفة وصلبة مع الشعب الفلسطيني الشقيق حتى ينال ربما أو يتحرر من هذا المفتن الذي يغاشى الجبال الذي يقصف مدنه وأبنائه. نصر الكل اليوم أكد وقال أن لا صوت للمقاومة، صوت للمقاومة، صوت للمقاومة الفلسطينية التي شرفت تلك النادي وفنخ الأقصى وفن الأقصى للطبقة هي عمر أثبتت إعادة الحياة القضية الفلسطينية. ونذكر فقط أنه في هذه اللحظات تتواصل أو يتواصل العدوان، عدوان الكيان الصهيوني ضد الأبرياء العزل في قطاع غزة، غارات جوية تستهدف نقاط متفرقة في قطاع غزة. أكيد أنه الضحايا سيكونون من النساء والأطفال، الصور التي قطعت قلوب الجزائريين، الكثير من الجزائريين بكوا اليوم أكيد أكبر لأنه ربما عبر مختلف ساحات العاصمة والمصر وغيرها من ولايات الوطن. مصر أريد فقط أن أتوقع نقطة فقط مسيرة اليوم رغم الحق ودي رغم لأنها كانت مليونية بأدنى من كل ومقدرة شعارات كلها تصب في خانة واحدة مصر كلها تمثل العدوان والتهاب والتضامن مع الفلسطين عبارات الشعارات التي كانت في الجزء الجزائرية تتماهى تتوافق مع مواقف الشعبية الجزائرية المؤمن. شكرا لكم زملائي. كلمة ثانية كريهة حلا كلمة الأخيرة نتمنى الهدنة تعم على شعبنا وأشقائنا في فلسطين لينعموا ربما بالحرية وليستعيدوا أرضهم. هي قضية عادلة وتحررية، قضية الجميع، قضية الجميع. نادر مساوي، ربما هي مناسبة ناصر لأنك أو لنترحم على أرواح الشهداء الأشقاء الفلسطينيين وعائلاتهم وربما يكون صرف كما قالت زميلة أحلام. أتمنى نصر قريب لأشقائنا في سيد علي دربي. طلع عندي 12 ألف سيدي عليك
شكرا يا اخي الله يرحم والديك. سمحيني الله غير تزوني بس كربيعين عايش كربيع. مسيرة مليونية عبر مختلف ولايات الوطن، كان فيها الأطفال حاضرين، كان فيها النساء حاضرة، كانت الحرائر حاضرات بصوت واحد قالوا نحن مع فلسطين دائما وأبدا. تقرير رائع لزميل محمد أمين بدر، نستمع إليه. الفرنسي للجزائر ذهنية صليبية متشبعة بظلامية القرون الوسطى لا تفرق بين صبي وبين مدني، بين شيخ عاجز وامرأة عاجزة. للأسف وصلنا لجرائم فاقد جرائم هولاكو في العصر المغولي للأسف الشديد، يعني جرائم بشرية يندلها الجبين. ورأينا أيضا عالم غربي متشدد ودائماً ما يتحدث عن حقوق الإنسان في الدول الضعيفة، بينما لما يصل الأمر للكيان الصهيوني وجرائمه اللائمة حقوق الإنسان تذهب ويساندون هذا الإجرام البشري الرهيب جداً.
فقط سمير أبو عزيز، استسمحك، الزميل أيوب عمر من إليزي واحد من صحفي الإذاعة الجزائرية الذين شاركوا في تغطية هذا المسيرة الشعبية المليونية التي أثبت من خلالها الشعب الجزائري أنه دائما وفي للقضية الفلسطينية والقضايا العادلة عبر العالم. أهلا بك أيوب عمر، عندي وانا عم بكتب كلمات حنشرحها.
يستشهدوا في أرض الميدان الله يرحمه هي حافظه
على ما تبقى من أرواحهم. هم يعني بصراحة لا يعرفون أين يذهبون. لا بصراحة أكثر هذه حالة السياسة الآن تحاول الاحتلال أن يطرحها من خلال حرب الإعلامية التي لم نعهدها ولم نشاهدها من قبل في هاي الشعوب أو هاي المناوشات التي تحصل في صدمة أكبر وفي لحظات أصعب. يعني أنت محاصر، لا يوجد ماء، لا يوجد كهرباء، لا يوجد هواء صديقي، لا يوجد هواء نقي يتنفس أهل قطاع غزة. يبحثون عن مكان يستنشق فيه هواء نقي بعيد عن قصف المدافع وقصف الطيارات الذي أصبح مليء في قطاع غزة. والله العظيم حينما نرى هذا الصمود متى سيظهر لا أحد يعلم. هنالك يعني سياسات تتبع حتى تخلص هذا الشعب، ولكنه إن شاء الله سيبقى صامد. إن شاء الله لا نحاول أن نكسر ولا نحاول أن نتحدث بلغة يعني في المعنويات أو العزيمة، ولكن لا نفضل صورة حتى لا نفهم بما سوف نرى أو نسمع. هنالك مناشدات، يعني المناشدات ماذا أثرت عند 27 ألف طن من ماذا؟ من دواء، من ماء، من مأكل، عن شيء تتحرك عنه أو شيء تتحرك فيه. والله العظيم القلب يعني ينزف زمن بدموع حقيقية، لأنه بصراحة وآسف على أن يتحدث ويقولها، ولكن التخاذل أصبح واضحا. الاحتلال هو العنف، الاحتلال هو الاضطهاد والقمع. Monsieur Chawan Jabarin, qu'attendez-vous aujourd'hui des organisations internationales? سيد جبارين، ما المنتظر اليوم من المؤسسات الدولية؟ أولا المؤسسات الدولية مثلوبة الإرادة ولا يوجد هناك إرادة سياسية، لأنه في النهاية les organisations internationales sont totalement paralysées sans volonté politique, une volonté qui manque aux états. Par conséquent, ces derniers ne peuvent rien faire sinon notifier. أن تقوم بأي شيء، هي توصف الحال، هي تضع تقارير، هي تعد العصي. Les textes de loi sont établis mais utilisés contre les Palestiniens. Vous parlez d'une politique de deux poids deux mesures, notamment parvenant des États-Unis et de certains pays d'Europe, dites-vous. Il n'y a pas de volonté politique pour contraindre Israël. يوجد هناك إرادة سياسية لاتخاذ إجراءات القانون الدولي ليس منتجا فلسطينيا وليس منتجا عربيا، وهذه المعايير وهذه القواعد، ولكن للأسف الشديد عندما يأتي الأمر إلى التطبيق لا تطبقون. أنا كنت مدفون بلا قبرنا، همها راهم شي بنيا القلب تعمر، لا بريا لا تليفون لا خبر، على جلها نحجر ننسى قاع محامة. لا قصتي قصة حكاية طويلة ما تتنسو، عشقتها فرنسا خلتني محير مقواني، عشقها سوسة زادو دارو عليها العصو، كي بغيتو ننسو الاستوار اللي بينها وبيني. راني مدمر خلوني نروح حجر العمر، قلبي تفكر اللي راح اشوك وهدني قطعة تضحك، يا حسن عونك يا قلبي صبر، ما عنديش صغار هاد المحنة راها كواتني مغالب.
جني ما بغى يقلب جنهم طمع نلقاها سفيان ما تمني شوفها غير بعيني قال غيابها يا سفيان هذه المحنة ما عرف مالها سلبني زينها يا الهيبة تمسهرني كيفاش ناكها جني ما بغى يغلب جنها فمع نلقاها يمكن يشوفها غير بعيني راني مدمر خلوني نهج العمر قلبي تفكر اللي راح تفك واكني قطعة البحر احسن عونك يا قلبي صبر ما عنديش تهور هذه المحنة راه دتني Le fin de l'invasion.
Les hôpitaux risquent également de se transformer en véritable morgue. C'est un appel qui est lancé aujourd'hui par les médecins qui sont aujourd'hui, qui restent à l'hôpital, notamment à Shifa, qui reste à Reza. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que la première, une fois qu'il y a ceci, ça aura été la première chose à faire, sera bien entendu de faire entrer des camions de fioul pour que les groupes électrogènes, notamment des hôpitaux, puissent se remettre en route, bien sûr. Vous vous rendez souvent à Reza, vous travaillez auprès de médecins dans les hôpitaux à Reza. Cibler les hôpitaux dans la bande de Reza, vouloir assassiner un maximum de médecins et de personnel médical, cela signifie quoi précisément, monsieur Christophe Oberlin? Cela signifie que chaque jour, le نحي عليا والمحنة دلالي آه الراي 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 واللي غاروا منا يا ليلي روكي احنا دلالي روكي احنا دلالي قلبي بطل بيضا فرجع لي احنا دلالي
احسنعوني يا ناد قطعت بحرمهم انسقتي هنا تبغيني يا ناد تبغيني اشهرهم من لهي الاحباب قولولي شيرا ما همهم بالك ما تبغينيش وعلاش ما تقولش ولا تبغيني تقولي بصهر شطوم وبريهم الشيرا اللي نبغيهم وعليك راني نكتب ونغني
عاد بكي كيما بكيتيني ووه والقلب اللي كان مغلطني ووه غادي نزيد احكي عليك يا ماما كي نتفكر نكره حياتي حياتي على كي كنتي وكي وليتي ووه كنتي حمامة كي عرفتك بكري يا 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 كنت مربيك على يدي يما محينها شطاني حمدها وشدانية عيد صبرها نتواني شهرة هي اللي بيما مختبت البطل بالناس لحبتك وغالك ويصلحها وانت هي قلت تريح مغرام وعيني يما شتها عند الباب الطلب فيها نازم نوصلنا قلت تفضل مرحبا بك يا عيني يما رحت ليها وحدة وحدة ما نفتش عالك الورد وعيني ديك الخودك احنا سودك المفلقين في العقلية هنيني يا بنت الناس علاش راكي تعذبي فيا حولنا رحت عليا راه قلبي كنتي بنتي يما هنيني يا بنت الناس علاش راكي تعذبي فيا
رجوع ينسي الغياب في بعض اللحظات، أرجعك ينسي الغياب في بعض اللحظات، أرجعك ينسي الغياب في بعض اللحظات. عمري طولتي الغيبة الغيبة حتى الجمال فات، وانتي شوقي قبلت الغيبة الغيبة حتى الجمال فات. ما نبغيش كنت الزعفي، ما نبغيش اللي يخرب فيه، انتي روحك تعرفي وحدي نكره بلادي. ما نبغيش كنت الزعفي، ما نبغيش اللي يخرب فيه، انتي روحك تعرفي يا
مكتوب عليون والفك حبك صعيب ما دريتش هكذا الراي التالف علاش مهدب لي انا بغيتها اموت قالوا سحور هيدا الليل انا بغيتها اموت قالوا سحور عديالي Yeah.